هاني ذا شنو مشتورام شنو يعني السنة عدون غنغرخو السنة تاتي النسخة الرابعة لأنه المبادرة ينشي كل عام يعني قد غنغدي البرنامج الجامعة الوطنية للرياضة بينك كل عام نتبرع سيدا من شنو مشتورام لأنه حتى البنك الدم المغربي لأنه يفقد إذا من نقصنا ستص إذا من أنه تحت جنية ثمثنا الحالة في السن مرة شين ذاتي نتقدم يعني الطلب النغمر يعني الجمعيات المؤسسات كانت هنا المبادرة هذه المبادرة تصبح تطص لأنها مهمة غان غيرين المبادرة هنا وتشكر كذلك مرة وكان غي سهمن تقريبا 150 واحد جات مغارين ديال ريازني وظنت يعني يتبرعن تشكاخ نطاس تشكاخ نطاس يعني خل مجهود الحضور نسان يعني التبرعات نسان لانه كل عام تبرعنا كينا وكذلك تشكري يعني جروب جان الطب يعني اللي ديوسين حتى هنا ساهم كينا غسل وقت نسان الى اخره نضحنا كينا على راسهم الدكتور قندير وكذلك تشكري الموقع نادور سيتي البدا قد خوخز ديس الجامعه الوطنيه للرياضه بنكا وشكرا والسلام. نهار غادي نهار بقرار انه ننظم الحمله الرابعه النسخه الرابعه الحمله التبرع سيدي من غاس تنظمت الجامعه الوطنيه لرياضه الابيناكا جاني غادي نضع وكذلك الشراكه اك جمعيه المتبرعين بالدم بالنضع نهارا شي بالنسبه لشي كمسؤول مش كمسؤول مثلا دي مركز تحقن الدم بالنسبه لشي الحاج طبقرات لانها نهارات تسد غاس صبغه خاصه انه صبغه رياضيه يعني قد تواجد ذي القاعه الرياضيه اذا يستضفن باش نقل الحملايا كذلك انها صبغه الشباب بدي تسني تبرع عن سيدا مندانيتا صبغه تضامنيه بامتياز تشكغطس الجامعه الوطنيه لرياضه الابيناكا في الشخص نال رئيس الناس ذي الحديث تساعد ذي السوار نوض اكثر زي 80 متبرع ومتبرعه شكرا جزيلا شكرا جزيل الكثير للمتبرعين والمتبرعات وسيتدت ذي المناسبه باش جدد النداء لجميع المؤسسات والمجتمع المدني المتواجده ذي النظار باش اديري تسمى اديري الحملات كثار باش غنغيري متبرعين كثار سي ذمن باش ممكن غنغيري يجن مخزون سي ذمن على طول السنة وكل أيام السنة إن شاء الله شكرا جزيلا للموقع نادور سيتي إذا غيت وكبن ربدا والسلام عليكم.